أقوى أن يكون المؤمن يسابق إلى بيوت الله يأتيها يرغب فيما فيها من الذكر. وأعظم ذلك صلاتي العشاء والفجر، لأنها بمثابة البراءة للمؤمن من النفاق، وصلاة الفجر والعصر لأن ملائكة الرحمن تشهدهما. وإن من أعظم النوال وأجل العطايا أن تشهد الملائكة صلاة ثم تراك فيها ثم ترفع اسمك إلى العلي الأعلى. وإن من الخزي أن تأتي الملائكة